خلص من الامبيوريتيز اللي موجوده مع الماده اللي انا طلعتها في المعمل. يعني مثلا لو حضرت يعني كان انا بحضر ايه حاضر. طيب تاني بيقول ان احنا في المعمل اول جزء هنتكلم عليه هو المفروض ان انا بعمل بيوريفيكيشن للسوليد او ليكويد. يعني كان الماده اللي انا بحضرها هو المفروض دي مواد انا كنت بحضرها في المعمل تمام. المفروض ان انا لما بحضر الحاجه ما تطلعش كتير 100%. فانا المفروض عايز بقى اشيل الامبيوريتيز اللي موجوده في الماده. فهو بيقول لي لو هي سوليد في ثلاث طرق بستخدمهم، ولو هي ليكويد لو الماده اللي عندي ليكويد فيها امبيوريتي برده في ثلاث طرق بستخدمها. المفروض ان احنا اللي علينا يعني السوليد هم الثلاث طرق كلهم هنشتغلهم في المعمل، اللي هم السبليميشن والكريستاليزيشن والاكستراكشن والهوم سولفنت تمام. فانا النهارده المفروض ان شاء الله هنشرح السبليميشن، ودي اول طريقه ان انا هتخلص من الامبيوريتي بس لو الماده اللي معايا منها كانت سوليد تمام. المفروض ان في ثلاث تانيين للليكويدز اللي هم الديستليشن والستيم ديستليشن والاكستراكشن والاورجانيك سولفنت كنترول، بس انا مش هخش فيهم النهارده يعني مش هتكلم عنهم اصلا النهارده. لما نوصل للليكويدز لما نتكلم عنهم ان شاء الله وكده كده احنا ما بناخدش غير اول واحده فيهم بس اللي هي الديستليشن. فالستيم ديستليشن والاكستراكشن والاورجانيك سولفنت كنترول انت تبقى عارف بس اسمائهم كده تمام. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه دول اللي هم السبليميشن والكريستاليزيشن والاكستراكشن والهوت سولفنت؟ هو من الاسم كده سبليميشن يعني ايه؟ اسامي. هو يعني ايه بقى اسامي؟ تمام. هو يعني الحاجه السوليد انا بتكلم ان انا دلوقتي بعمل بيوريفيكيشن لسوليد تمام؟ السوليد ده اساسا عندي المفروض الحاجه اللي انا عايزها تتحول من الصوره صلبه لصوره غازيه على طول، يعني هتتحول من سوليد لجاز على طول تمام؟ انا المفروض الجاز اللي طلع ده انا هعمل له كوندنسيشن تمام. المفروض ان انا هرجعه تاني سوليد بس بعد لما يبقى في مكان بالظبط بعيد عن الامبيرز تمام. فاحنا المفروض التجربه بتاعت السبليميشن بنعمل فيها ايه؟ المفروض ان انا السوليد سبستنسز اللي عندي اللي مكتوب في الملزمه ان هم بنزين ونفترين، بس احنا لما نطلع فوق هنشوف ايه المادتين اللي عندي. هي هيبقى غالبا بنزين وفي مادة تانية impurity مع البنزين تمام؟ فمفروض ان انا لو طبقت اكسجين مفيش كده طبقة اكسجين، المفروض ان انا المادة دلوقتي السوليد بتاعي جوه الطبقة اكسجين تمام؟ المفروض ان انا هجيب فلتر بيبر اخرمه، بس الفلتر بيبر الناس بتخرمه يا جماعة انت بتخرمه من ناحية واحدة بتخرمه بالقلم مش مشكلة، بس يعني ما تمسكش ورقة الفلتر بيبر هي ورقة مدورة ما تمسكهاش مثلا شويه تخرم من الناحيه دي وبعدين تقلبها تخرم شويه ثاني من الناحيه الثانيه وهكذا. لا احنا بنخرم اتجاه واحد، انت لو مسكتها كده هتفضل تخرم كده. تخرم قد ايه؟ كل ما خرمت اكتر كل ما كان احسن. يعني كل ما الخرم زاد مش مشكله، انت هتفضل تخرم الورقه كلها تخرمها. بعد كده بتحط الفلتر بيبر على البورس الانجليش ده وتقلبها بالغطيه. طيب الفلتر بيبر هحطها كده ولا كده؟ بالظبط. هحطها بقى ازاي بقى؟ ماشي، يعني الاتجاه اللي انا مخرم فيه هو اللي هيبقى فوق ولا هو اللي هيبقى تحت؟ لا هو اللي هيبقى تحت. يعني انت لو خرمت من الناحيه دي كده الوش اللي انت مخرم منه ده هو اللي هتقلبه تغطيه. بالظبط. الهدف اصلا من ان انت بتخرم في اتجاه واحد او بتخرم في اتجاه واحد ان انت الحاجه الجاز اللي انت عايزه يطلع لما يحصل له او السوليد لما يحصل له سبليميشن ويطلع انت مش عايزه يرجع تاني تمام؟ انت هتلاقي ان النوتشز او الحاجات المطرح التخريم ده هتلاقي انها تمنع ان هو يرجع مره ثانيه تمام؟ لو عملت العكس تلاقي ان اغلب الحاجه اللي هتتكون اللي هو الجاز بعد لما يرجع ثاني يبقى سوليد تمام؟ هتلاقي ان هو يعني بعد ما يحصل له سوليد كونديشن هتلاقي ان هو رجع يتكون تحت في البعض فممكن يقع ثاني على الامبيوريتي اللي معايا تمام؟ فانا عشان كده الجهه او الاتجاه اللي انا او الوش اللي انا بتخرم فيه هو اللي هقلبه على السوليد بتاعي. بعد كده احنا بنحط فانل قمع بنشقلبه برده بنقلب القمع ونحطه نغطي بيه، ان هو القمع ده المفروض ان البلاز بتاع القمع هو ده السيرفس اللي هيحصل عليه الكوندنسيشن. هي دي الحاجه البارده اللي لما الجاز السوائل خارجه من الفلتر بيبر تقابلها تبدا يحصل لها سوليد كوندنسيشن تمام. المفروض ان انا الكونسنتريشن بعد كده احطه على الجونز فليم
على الفريم اللي عندي وابدا اطلع النار واسخن. اللي بيحصل ان المفروض مع التسخين اللي بيحصل البنزين اللي عندي هيبدا يتحول الجاز فيز هيبقى من سوليد على طول يتحول لجاز. هيبدا الجاز يطلع من الخرام بتاع الفلتر بيبر. اول لما يقابل السيرفيس بتاع الفانل اللي انت حاطه اللي هيحصل هيبدا يحصل له سوليد كوندنسيشن هيبدا يرجع سوليد مره ثانيه. المفروض ان انا افضل اعمل كده لحد لما لان تقريبا مفيش جاز بيطلع من الفلتر بيبر. الفلتر بيبر كده انت شايف جاز بيبرق بيطلع. بس هو العيب الوحيد بتاع العمليه دي ان هو بيقول لي بيبقى فيه لوسز كتير. يعني انت بتفقد كميه بنزين ضخمه ما تقدرش تحصل على كل البنزين اللي كان موجود. ليه؟ لان هو انت هتلاقي اصلا وانت في المعمل حتى لو كان الفانل مهزوز سنه او كده هتلاقي كده كده في ابخره بتتصرف من جنب. هتلاقي في ابخره وخارجه من الفانل مش كلها بيخليها سوليد كوندنسيشن. هي المشكله بس في البروسس دي كده ان الفقد فيها بيبقى كتير. تمام؟ طيب احنا ممكن نكمل اشرح دول او ممكن نخليهم وقت ونعملهم. طيب هو باختصار كريستاليزيشن المفروض ان انا ماشي يعني انا جاي كده اشرح ازاي ايه لا الناس تقعد تفكر ما عشان تبقى بس يعني خدت فكره ايه الفرق ما بين الثلاثه يعني. تمام؟ باختصار الكريستاليزيشن انا بيبقى عندي في سوليدز برضو انا بحط سولفنت بيدوب واحد فيهم كويس؟ بس هنعرف يعني هو بيكتب لك ان هو ستيبل سولفنت وهو يعني ايه ستيبل سولفنت. هنعرف يعني ايه ستيبل سولفنت لما بناخد الكريستاليزيشن بعد لما بدوب واحد فيهم. المفروض ان انا بفصل بفلتر بيبر برضو كده انا خدت الليكويد او السولفنت بتاعي ودايب فيه الحاجه اللي انا عايزها السوليد اللي انا عايزه. بعد كده بسخن او بدخله الفرن يعني بيحصل له كريستاليزيشن. تمام؟ ان هو بيطلع كور كده. الكور دي بتبقى يا جماعه السوليد بتاعي بس جواه كميه من السولفنت برضه. وغالبا هو السولفنت اللي احنا بنستخدمه هو ميه. بتلاقي ان الحاجه الكريستالز اللي طالعه معاك هي ميه مع الملح بتاعك اللي انت بتصبه. تمام؟ اخر حاجه الاكستراكشن من السولفنت. انت بيبقى عندك برضه السوليد بتاعك او التو سوليدز يعني وانت عايز تستخلص واحد فيهم فبتحط سولفنت. بس بنعمل العمليه دي بالتسخين. ليه بنسخن؟ عشان ازود نسبه الاكستراكشن. تمام؟ واللي احنا هنعمله يعني في المعمل هيبقى كركديه وانت المفروض عايز تستخلص الماده اللي هي الملونه دي. فانت بتحط ميه وتستخلص الكركديه من ورق بتاع الكركديه ده لما نوصل ان شاء الله التجربه دي. اوكي؟ طيب في حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ تمام. طيب احنا ان شاء الله هنبدا نطلع المعمل. احنا قلنا هيبقى جروب واحد اثنين ثلاثه اربعه. هو بالكتير التجربه هتاخد نص ساعه عشان شرحت خلاص. فبالكتير التجربه هتاخد نص ساعه ده لو الناس اتاخرت. تمام؟ فيعني الناس ما تمشيش او على الاقل جروب 1 و2 ما يمشوش. يعني 3 و4 مثلا انت مش قبل ساعه هتخش. جروب 3 انت مش قبل ساعه هتخش وجروب 4 انت مش قبل ساعه ونص هتخش المعمل. فالثري وفور لو عايزين يروحوا يعملوا حاجه ويجوا مفيش مشكله. تو برضه هيعملوا حاجه نص ساعه يعملوا يعني بس انا جروب 1 ممكن يطلع وكده كده انا هحفظ في المعمل 30 واحد. فهو لو جروب 1 مش كلها موجوده ممكن ابدا